بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، نقف اليوم الاثنين الموافق 18/2018، نحن مستخدمين حقل أبو الطفل والمحطات التابعة له لشركة مليزة للنفط والغاز في هذه البقعة من وطننا الحبيب، لنترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا وما زالوا يضحون على حماية المواقع النفطية والهيئة النفطية ممن يريدون سرقة وإهدار وقود الشعب الليبي. وإن هذا الحراك من المستخدمين في حقل أبو الطفل، وبعد الاجتماع التقابلي مع اتحاد عمال حقل أبو الطفل يوم الجمعة الموافق 15/10/2018، ونحن في هذا الموقع نوجه مطالبنا إلى السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وضع ضرورة تفعيل القرار رقم 642 الصادر لسنة 2013 ميلادي، والذي يوافق على زيادة المرتبات للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بنسبة 67% من قيمة المرتبات الأساسية المحددة بجدول المرتبات المعتمد بالقرار 75 لسنة 2007 ميلادي. رفض الخطة التدريبية للتدريب الخارجي لسنة 2018 بالشروط المشحفة رفضا تاما، ويجب أن تكون بدون شروط تعجيزية، وتم الاتفاق على أن تكون الخطة بنفس الشروط الخطة التدريبية لسنة 2018 مع الآخر في الاعتبار الأقدمية في كل الأقسام، ومع العلم بأن الخطة التدريبية موقوفة منذ سنة 2014. وضع حل جذري لمشاكل التأمين الصحي للمستخدمين الداخلي والخارجي في جميع مواقع الشركة. وفي ختام هذا البيان نؤكد نحن العاملون بحقل أبو الطفل بضرورة أخذ المطالب بعين الاعتبار، وإلا سيتصاعد الموقف من قبل العاملين بجميع المواقع الشركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.